السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، ده الجزء الثاني تحليلنا للمباراة وتأهل الأول على المجموعة منتخب الجزائر للمحليين في وسط جمهور عظيم. الشعب الجزائري بيدعم الفريق من قبل المباراة، من قبل المباراة والنشيد الوطني، حاجة تحرك الحجر. يعني بصراحة الجمهور ده محتاج أداء أقوى من كده، محتاج يتعمل سيرك جوه الملعب، كل حاجة حلوة، تنظيم وملاعب وأرضية ملعب وجمهور عظيم، والأداء غريب مش عاجبني بصراحة. إنك تجيب في 3 مباريات في وسط الجمهور ده تجيب 3 تجوان في 3 مباريات، تكسب كل ماتش واحد وآخر دقايق بنقول يا رب، لأ لأ مش عاجبني الأداء تماما. زي ما قلنا، عايز تلاعب لعيب جديد، ما تلعبش فرقة كاملة جديدة، ما ينفعش. أنت بتلعب في بطولة، يعني انت بريح الاساسيين يوم الثلاث، يوم الثلاث الاساسيين ريحوا، النهارده ما لعبوش، هيلعبوا الجمعه اللي جايه. في لعيبه تريح 12 يوم، 12 يوم اكتر من 11 يوم اللعيبه مريحه ما بتلعبش. ده كلام في المونديال اللي في المجموعات، ريحوا الماتش الثالث خسروا. منتخب فرنسا 3 مباراة لعب بالاحتياطي، اتغلبوا من تونس ما كسبوش البطوله. البرازيل في الماتش الثالث برضو ريحوا الاساسيين واتغلبوا من الكاميرون وما خدوش البطوله. الوحيد اللي لعب بكل الاساسيين طول الماتشات الارجنتين، عشان اتغلب في اول مباراه من السعوديه، فلعب تاني مباراه بالاساسي برضو، لعب تالت مباراه بالاساسي برضو. خدمته ان السخن، اللعيبه سخنه شغاله، سخنه 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 شغاله. امتى ريح لعيب؟ لو عنده اصابه، لو مجهد، لو واخد انذارات وفاضل له انذار، اداؤه ما كانش كويس. انما لما غير 8 لعيبه من الفرقه، 8 والحارس ما بيخش في التكتيك، يعني كمان يعتبر الحارس 9، 2 بس اللي بيلعبوا من الاساسيين، 2 انا و2 مساكين مدافعين، يعني مش هما اللي زكريا دراوي في وسط الملعب وشعيب. انا مش عاجبني الاداء، اداء سيء جدا، ما ينفعش في وسط الجمهور. يا راجل ده الواحد، انا قاعد هنا في مصر بتفرج والشاشه قدامي، عايز انزل العب. يعني انا شايف الجمهور، انا عايز انزل العب من حلاوه الجماهير. ده ما فيش واحد نايم من الجمهور، ده انت بتجيب صوره المدرجات كله بيتنطط ويرقص فرحان ببلده وبعلم بلده. انا في الملعب ده، انا اعمل سيرك في الملعب، ده انا اكسب 4-0 و5-0. ده الجمهور اللي يقول لي كفايه كده، كفايه ما تسجلش، مش احط جون واقول يا رب. كان ممكن ضربه الجزاء تتحسب لولا الراجل طلع تسلل، حظنا ان طلع تسلل. اداء مش عاجبني خالص خالص يعني بصراحه. موزمبيق فريق محترم، بينقض على الكوره، عنده انقضاض، لكن عنده عيب الافارقه، في مساحات ورا بيندفعوا. لو عملت باصه صح، لو انا وزميلي تفاهمنا مع بعض وعملنا باصه صح، هنوصل نجيب جون. يعني فريق واضح انه قوي وسريع وبينقض، والكور المشرقه قوي ما شاء الله، ولاعيبه كويسه، لكن عيب الافارقه من ساعه ما لعبنا كوره، من واحنا لسه ما اتولدناش، الافارقه عندهم الاندفاع وبيسيبوا وراهم مساحات شوارع ورا. لو في خطه معموله كويسه، لو في 2 يظبطوا مع بعض، وانتو لو في واحد بمهارته يعدي، لو في باصه بينيه وراجل يلف ويروح يجيب جون. انا كل ده ما شفناهوش من المنتخب الجزائري في ال3 ماتشات، في ال3 ماتشات ما شفتش لاعب لف وراح جاب، ضيع فرصه. حتى عريبي يا عيني من اول دقيقه يبص للزمالك كده، الحقوا لي عريبي، حاسس بيه واقف على حلو ومهاجم كويس، ما بتقولوش حاجه، يفضل واقف، تتلعب لزكريا، زكريا جحنت يطلعها رضواني، يلف تتعمل تتقطع بس كده. في نهايه بقى 90 دقيقه هي الكورة اللي جت، ربنا كرمنا بيها الكورنر، وبعد كده مفيش حاجه تانية جت. انا وبعدين قضاء شعيب، قضاء اللي هو شعيب المساك، عنده غلطات كتيره قوي. طب في قانون دلوقتي، في فار يا حبيبي، دلوقتي في فار، المدرب المفروض يفهمه كده. ايه دي بقى؟ ما مسك له الراجل كده، والحكم، الحكم غلط، الحكم المفروض ما ينبهش. في فار دلوقتي، سيبها وتتلعب. لو شعيب ده ماسك كده الفار، بلن ضربه جزاء وتخسر بلد بحالها راجل. وبرده لما يجي يستلم الكوره شعيب بيصعبها قوي، عايز يلف بالراجل كده، انت راجل مساك يا عم، ما تعملش الحاجات دي هنا يا شعيب.
دي لا هو لعيب كويس بس دي لازم تتقال. يعني زي ما قلت لكم الارجنتين لعب اول مباراه غلب من السعوديه، لعب بالاساسين برضو هو اللي كسب. مش عايزين نتعلم، هو اللي كسب البطوله لان اللعيبه سخنه. واول ماتشات قلنا ميسي هو الفريق، لا بس لما لعبوا وسخنوا مع الوقت لقينا، لا لقينا فيهم نجوم وفيهم لعيبه وخدوا ثقه، لا مش ميسي بس، فريق محترم. النهارده انت الماتش الثاني اللي اتلعب بتاع اثيوبيا، ميزياني كان حلو قوي، ميزياني شفته متالق كده عامل ماتش حلو وما حلو. سيبه النهارده كان يلعب ويتالق وياخد ثقه ويبقى من هدافين البطوله وده يسجل وده ايه ده. بصراحه تفكير العب لعيبه جديده بس مش 8 تبدا بيهم، ابدا بثلاثه جداد وبعد كده قاعد معاك على الدكه، جبت جون نزل 2 جداد يا سيدي مفيش مشكله. في كره القدم مفيش حاجه اسمها اساسي ومفيش حاجه اسمها احتياطي، بس في حاجه اسمها لعيبه لعبت مع بعض. انا لعبت يوم الافتتاح مع ليبيا مع بعض وكسبنا وحضنا بعض ورجاله، خلاص خلاص التركيبه نجحت، نجحنا لعبنا الماتش اللي بعديه بنفس التشكيله نجحنا. ما تقعدناش بقى تقعدنا 11 يوم، انا لعبت التلات هتقعدني اربع وخميس وجمعه وسبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعه 10 ايام عشان العب ماتش. انا كده مش عاجبني. انا بحب مجيد بوجره وشكرت فيه في الماتشات اللي فاتت، قلت عامل فريق لياقه بدنيه عاليه، جايب لعيبه اختياراته للعيبه عينيه حلوه، جايب لعيبه كويسه جدا، ولكن انا طريقه اللعب مش عجباني. عنده 2 راس حربه كويسين هدافين لكن ما بتوصل لهمش كوره، لان طريقه تحركك في الهجوم هي طريقه واحده انك تلعب على الاطراف ودي حاجه متعبه جدا. يعني انا زي ما قلت لك هو ليه مميزات لكن عيوبه طريقه اللعب، والنهارده لعب بفريق تاني خالص. فبتلعب بفريق انت ممكن النهارده كنت تبقى تاني، ممكن تبقى تاني كنت تتغلب النهارده، اوقات كتيره من المباراه موزمبيق كانت احسن منك. في الاخر عجبني جدا رضواني الباك يمين، وطبعا حسين دهيري التعامل مع كرة الهدف رائع. كندوز الحارس الف تحية ليه، من نجوم البطولة كندوز حارس الجزائر بطل. بس عجبني قوي رضواني الباك يمين، وعجبني اكرم جحنيت عجبني جدا جدا. وزكريا شوف ان النهارده زكريا لما لعب الماتش الثالث النهارده احسن ماتش ليه زكريا عشان سخن استمر. يلا ما اعرفش بقى يعني بصراحه، يعني بالخير برضو عايز يعني يلعب كتير بعيد خالص. عريبي كان عايز فرص كتير كان نفسه يسجل، يعني مبروك مليون مبروك طبعا، وان شاء الله باذن الله نشوف بقى شكل مختلف. ما ينفعش الجمهور ده كله العظيم ده كله واكسب واحد بالعافيه كل ماتش، ما ينفعش. ده انا اجيب 3 اجوان في شوط واحد، ده دليل ان طريقه اللعب الطريقه الهجوميه بتاعته طريقه بتاعت ناشئين مدربين الناشئين بتوع زمان، العب على الاطراف عشان يرفعوا اوفر. لا انت عندك لعيبه كبيره، خلي لاعب يلف بالكره ويروح يعمل 1 2 مع عريبي، يروح يعدي يحطها في رجل محيوس يوقفها ويشوط شغل. نوع طريقتك، نوع الطريقه.